كعمليات الاغتيال من فكت ونسمع أخبارها بين فينة وأخرى، آخرها اغتيال الطبيب الحوازي في محافظة النجف. هل عاد شبح سيناريو استهداف الكفاءات العلمية والعقول دكتور؟ شكرا جزيلا، تحية لكما ولجميع المشاهدين تحياتي. الكرام. بداية أعزي الأسرة الطبية وذوي الفقيد بهذا المصاب الجلل. الحقيقة يعني جريمة بشعة. احنا شفنا قبل ساعات كيف انه تقريبا معظم الوكالات العربية العالمية تناولت الخبر وأشارت إلى أنه هذه جريمة بشعة لا تهز فقط المجتمع العراقي، حتى مجتمعات أخرى، لأن طريقة التنفيذ والشخصية المستهدفة رجل كبير بالسن طاعن بالسن، قامة علمية كبيرة، طبيب، يعني هو في خدمة، دائما وضع خبرته وكفاءته في خدمة المجتمع، فأن يتعرض لهكذا نوع من القتل حقيقة أمر بشع جدا. وهذه الجرائم اللي أشرت حضرتك لها أنه جرائم اغتيال، جرائم اختطاف، جرائم قتل بصورة عامة حتى الغير سياسية منها، هذا مؤشر حقيقة على أن هناك ثقافة عنف في المجتمع، ثقافة عنف أخذت تهدد نسيجنا الاجتماعي، تهدد منظومتنا القيمية، وأخذت تنشر القسوة والانتقام في أوساطنا الاجتماعية. وهذا مؤشر خطير ينبغي أن تتداعى له كل الأجهزة، كل القوى المعنية والمخلصة لهذا البلد. هذه ليست يعني جريمة منفردة حقيقة، هكذا يعني جرائم تكاد تتحول إلى ظاهرة، وهذا أمر خطير ينبغي أن نسارع في معالجته وفي معرفة الأسباب ودراسة هكذا يعني ظواهر مظاهر وهكذا جرائم. كانطباع أولي طبعا أنا لست خبيرا أمنيا، لكن لا يبدو لي أنها جريمة سرقة، ربما كانت سرقة محتويات المنزل هي للتمويه على أصل الجريمة، جريمة لأنه هاي القسوة في استهداف المجني عليه ضربة أكثر من مرة، وإحنا سمعنا بالتقارير الخبرية حتى الرسمية أنه كان هناك إطلاق نار على يعني المجني عليه، وهناك كان استهداف له يعني في رأسه، بمعنى أنه هناك إفراط في القتل.